هل في اي جديد فيما يخص الشكوى المقدمه من الاتحاد المصري لكره القدم بشان مباراه السنغال؟ لا لسه مفيش حاجه وصلتنا رسميا يعني. الكلام او الاشاعات اللي قيلت في الفتره الاخيره عن اعاده المباراه، هل هذا الكلام ممكن لا يكون له اي اساس من الصحه؟ تكهنات سوشيال ميديا. تكهنات سوشيال ميديا بس. بس. طيب من ضحكه حضرتك دي، وده يخليني اسالك السؤال، هل اتحاد الكره المصري عنده اكسبكتيشنز او توقعات او طموح ان المباراه تعاد اصلا؟ ولا بيبقى عايز من العقوبات دي او من الشكوى دي عقوبات يثبت بيها حقه في اللي حصل، مجرد عقوبات؟ احنا دايما مجلس اداره الاتحاد دايما في الامور اللي بيبقى فيها حقوق احنا لازم نجري ورا حقنا لحد اخر نقطه. حقنا ايه؟ احنا زي ما بيقولوا المثل كده، اطلب السما، لازم تطلب اقصى حاجه. فاحنا بنطلب اعاده المباراه، وكنا قدمنا كل الفيديوهات والصور والمستندات اللي دل على المشاكل اللي واجهت المنتخب، وفي انتظار قرارهم ان شاء الله يعني يكون في صالحنا، ولو ما كانش في صالحنا برضه في خطوات تانية ان شاء الله مرتبين انها تستكمل يعني. طيب عظيم جدا.